السلام عليكم. إن شاء الله هاي آخر تشابتر، وهو طبعا تشابتر 16، وهو عن الناتشورال توكسينز خاصة من الانيمال سورس اللي هي سنيك بايت وسكوربيون بي واسب ستينجز. طيب احنا بنعرف انه في كثير عنا انواع سنيكس، اوكي، بس احنا حيهمنا هون البويزنس سنيكس، وبالذات اللي هم 3 مين تايب اوف بويزنس سنيكس اللي هي لابيدي، فايبريدي، والهيدروفيدي. لابيدي نيوروتوكسيك، يعني بما معنى ان سمومها بتاثر عصبيا. فايبريدي فاسكولو توكسيك، يعني بتاثر على البلد، تعمل هيموليسيس. الهيدروفيدي مايوتوكسيك، يعني بتاثر على المسلز، وحتى ممكن انها تعمل نيكروسيس بال part of the muscle، يعني بتكون directly bitten. فنبلش بالأول بالسنيكس اللي هي النيوروتوكسيك الإلابيدي، وطبعا أكثر خلينا نحكي نوع معروف اللي هو الكوبرا، أو بسموه بالهند ناجا ناجا. طبعا الكينج كوبرا والكريت، الكريت والكرة السنيك والتايجر سنيك. في عندنا المامباز، المامباز مميزة انه فيها كل الالوان تقريبا، والوانها كثير فيفيد، يعني ممكن تلاقي منها الاخضر الفاقع، الاصفر، الاحمر، لكن كلها بتشترك بانه لو فتحت ثمها، ثمها من جوا اسود، عشان هيك بسموها مامبز، اوكي. وعندنا الدث ادر. طبعا الكوبرا او الناجا ناجا زي ما بسموها اكثر اشي في الهند وفي سريلانكا وبورما، وهي مميزة بالهد زي ما انت شايفين، يعني بس ترفع طبعا راسها، ممكن عشان تسكير مثلا الانمي اللي هي بتعتبره او بتكون خايفة منه، فبتروح مكبرة راسها بالهد. وزي ما انت شايفين في هون رسمة، يعني eyes like structure، فبتبين زي كأنه لها عيون كبار، بينما هي عيونها نقط صغار. هاي الكريت اطلعوا كيف بتميز بالخطوط العرضية، زي ما انت شايفين هاي خطوط ابيض اسود، طبعا في لها الوان كثير، وفي مثلا احمر واسود، بس يعني this is an example. والاسم الساينتيفيك بانجارس كارولاس. طبعا هي نيوروتوكسيك زي ما حكينا، بتأثر على النيورونز. هلا حنحكي طبعا على الساينز ان شاء الله، بس هلا فقط الكلاسيفيكيشن. هلا خلصنا نيوروتوكسيك، الانواع اللي بتهمنا الفايبريدي. الفايبريدي اللي هي ايش؟ فاسكولوتوكسيك، وهي بتأثر على البلود فيزلز، وطبعا هي جروبد انتو بيتلس فايبر وبيت فايبر. هلا البيت فايبرز اللي هم بيكون في عنا بسموها هيت سينسينج اورجان، فبتلاقي زي حفرة صغيرة ما بين العين والأنف على الجهتين، طبعا بيكون هاي هيت سينسينج اورجان، عشان هيك بسموها بيت فايبر. البيتلس فايبر هي اللي ما إلها الهيت سينسينج اورجان، وهي موجودة عندنا كثير في الصحراء زي السو سكيلد فايبر. ليش سو سكيلد فايبر؟ لأنه الحراشف اللي على جسمها خشنة زي المنشار، فبسموها سو سكيلد فايبر. وبرضه في عندنا روسيلز فايبر. البيت فايبر اكزامبل عليه الكورتاليدي، هاي السو سكيل فايبر، شوفوا صورة لإلها زي ما حكينا هي خشنة، وانتبهوا كيف بيكون جسمها تخين وعريض، لكن شوفوا التيل فجأة كأنه كومبريزد، عشان هلا لما تشوفوا اللي هي هوي ديفرنشيات الفينوماس فروم نان فينوماس سنيك من خلال شكل التيل، فانتبهوا كيف التيل زي كأنه فجأة صار بتخن الأصبع رفيع، بينما شوفوا جسمها سميك، مش تدريجيا صار له تضيق. وهاي اكزامبل كمان على السوسكيل فايبر اكس كارنيتس، هاي الاسم العلمي لإلها، وطبعا هي هيموتوكسيك او فاسكولوتوكسيك. روسلز فايبر برضو هي من الفاسكولوتوكسيك او الهيموتوكسيك سنيكس، والدابويا روسل. وطبعا هاي الدابويا مصطلح علمي للفايبر، يعني خلينا نقول الاسم الجديد للفايبر، يعني زمان كان يسموه فايبر، هلا الدابويا. وإحنا عنا سنيك على فكرة فريدة مش موجودة في العالم، هي بتعيش وين؟ نهر الأردن، بتعيش على ضفتي نهر الأردن الغربية والشرقية، وحتى أكثر إشي على الغربية، فهي في مناطق فلسطين أكثر إشي، وأول ما اكتشفوها علماء من فلسطين، عشان هيك سموها فايبري بالستيني. الهيدروفيدي هي حية المية،
يعني موجودة في المياه، وطبعا بدكم تعرفوا انها كلها فينموس، يعني كل الافاعي اللي بنشوفها في المي فينموس. لكن شو طبيعة الفينوم الموجود فيها؟ مايو توكسيك، يعني بيأثر على المصاص. وطبعا تقريبا 20 نوع وموجودين طبعا في الهند، وأحجامها تختلف. هلا من نميز احنا ما بين البويزنس والنون بويزنس من شكلها. مثلا لو طلعنا على الحراشف البيلي سكيلز الموجودة على البطن بتكون لارج بالبويزنس، بينما بتكون صغيرة بالنون بويزنس. الحراشف اللي على الراس العكس، فبالبويزنس بتكون بالغالب سمول، بينما بالنون بويزنس بتكون طبعا لارج. الفانجز اللي هي الانياب، اوكي، لازم تكون بالبويزنس هولو، يعني فيها فتحة تجويف. ليش؟ عشان act like a needle to inject the venom. بينما بدنا poison، صح في عندنا fangs بس بيكونوا أصغر، very short or solid، ما بيكون فيهم hollow يعني تجويف عشان ينزل منه السم، لأنها أصلا ما عندها سم. التيل زي ما هلا فرجيتكم بالصورة بيكون compressed و suddenly فجأة، يعني بتحس إنه غير متناسق حتى مع الثيكنس للبادي. لكن بالنون بويزنس بيكون نوت ماركدلي كومبريسد، يعني بيكون لا شك ارفع من الجسم لكن تدريجيا، يعني متناسق مع الثيكنس اوف ذا بودي. الهابتس هي عاده البويزنس تطلع بالليل، فعشان هيك بسموها نوكتورنال، بينما النون بويزنس عادي بالنهار تطلع. التيث بايت ماركس، لا شك عشان الفانكس بيكونوا طوال، فبالغالب حيقلب اللي هي تو هولز حتبين، او بسموها تو فانج ماركس، اوكي، with or without التيث، لانه ممكن يكون لها كمان تيث. لكن بالنسبه للنون بويزنس هي كونها شورت الفانكس فحيكون تيث لايك. هلا بفرجيكم صورتها، اطلعوا كيف راس النون بويزنس بالغالب بيكون مثلث واكبر حجمه من راس النون فينوموس اللي بيكون متناسق مع الدايميتر للبادي. وشوفوا طبعا البايت، فبالغالب بيكون التو هولز ظاهرين في البويزنس، بينما النون بويزنس شوفوا لايك تو روز اوف تيث. هلا شو هو السنيك فينوم؟ زي ما حكينا لما السنيك، بدنا نعرف انه لما السنيك يعني انديوس ابايت ممكن انها تنزل فينوم وممكن لا، على فكره اوكي، حسب، ممكن تكون لسه مش عامله برودكشن لفينوم، او يعني ما بدها انها تخسر هذا الفينوم، لانه بالنسبه لها يعتبر إشي بريشس، لانه هي بتستخدمه فور هانتنج، اتس ا هانتنج تول، فما بتحب تخسر هاي الفينوم. لكن اذا حست بخطر شديد، ولا شك انها فقط بتعض لما بتكون ان ديفنس ستيتس، يعني هي ما بتيجي هاجمة على الانسان زي ما احنا بنشوف بالموفيز، هي لا بالعكس، اذا حست بالخطر او احنا ممكن بالخطا بدنا ندعس عليها او نقرب منها مسافه الامان اللي هي بتعتبرها حولها، فساعتها ممكن هي تهاجم وممكن انجكت وممكن نوت، على فكره انجكت دير فينومز، اوكي. لكن بدنا نعرف انه هذا الفينوم عباره عن سلايفا، كيف احنا عندنا لعاب، هي نفس الشيء عندها لعاب، لكن بيكون موديفايد، وطبعا تنتجه من الباروتيد سليفري جلاند. وين بتكون هاي موجودة الجلاند؟ بتكون خلف العين، يعني لما بدهم يطولوها بتكون بالغالب في منطقة خلف العين. طبعا كيف بتطلع الفينوم؟ عن طريق بامبينج ميكانيزم، من خلال الساك اللي بيكون بجمع الفينوم للتوبيولار فانج اللي فيه الهولو سنتر، وطبعا انجكتد لايك انيدل، بالضبط زي ما بدأ عمل النيدل. هلا السنيك فينوم هو عبارة عن بروتينز وانزيمات، اوكي، ولا تنسوا ان الانزيمز هي نفسها بروتينز، ف 90% من البروتين. وطبعا لما تنشف انت الفينوم يعني تحوله لباودر، 90% هو بروتين، اوكي، واغلبهم طبعا انزيمات. وفي عندنا 25 انزيم، 10 منهم حتشوفوا بتكرروا معانا في كل انواع السموم، وحتى رح يكونوا كمان موجودين في الفينوم للسكوربيون وللبيز والواسبس، اوكي. وشغلهم مع بعض، شوفوا هذول 25 انزيم سينرجستيك، يعني كلهم بيقووا الاكشن لبعض، اوكي.
وطبعا بيعطوا potent effect من لما يكونوا بيشتغلوا كل واحد لحاله. هلا نحكي على الانزيمات، اشهر إشي وهذا رح تشوفه بتكرر معانا الفوسفولايبيز A2 او بسموه ليسيثينيز، اوكي. وبرضه عندنا نيوكليوتيدز وكولاجينيز وامينو اسيد اوكسيدايز وبروتينيز والهايلونيدايز. والهايلونيدايز على فكره بيساعد بالدايجشن للهايلونيك ستراكشر، وبالتالي نوعا ما بيساعد في انتشار السم في السكن وفي اللي هي التشيو البتن تشيو. طبعا في عندنا فوسفولايبيز هذا اللي بالذات بيأثر على الاستايكولين، فهو بالإلابيدي اللي هم نيوروتوكسيك سنيكس اللي هم بيأثروا طبعا على النيرفس سيستم. وفي عنا إندوبيبتايديز والكاينينوجينيز وفاكتور إس إكس، وفي عنا بروثرومبين أكتيفيتينج إنزيم، هاي موجودة بالفايبريدي. ليش؟ لأنها هيمو توكسيك، أوكي، فبتعمل هيموليسيس. هلا بتشوفوا من خلال الساينز حكينا على الانزيمات. هلا البيبتايدز اللي هي مش انزيمات، وهي بالغالب عباره عن السم نفسه، اوكي، وعاده بتسمى بالاسم العلمي للافعى. فمثلا البنغاروس سنيك فبتلاقي بنغارو توكسين، في عندنا الالفا والبيتا. الكورتاليدي مثلا كروتوكسين وكروتامين وكورجي، وفي عندنا الكارديو توكسين لانه بيأثر طبعا على القلب. في عندنا اذر بيبتايد زي البايروغلوتاميل بيبتايد، في عندنا نوكليوسايد زي الادينين والجوانين والانوسين، في عندنا ليبيدز مش كله بروتينات، اللي هي عندنا الفوسفوليبيد والكوليسترول، في عندنا الامين هيستامين سيروتونين وسبيرمين، وطبعا هاي بتعمل لي الانفلاميشن. وفي عندنا ميتالز كمان زي الكبر والزنك والنيكل والمغنيزيوم. هلا هاو ات اكت، يعني شو الميكانيزم اوف اكشن للسنيك فينوم؟ خلينا نحكي اغلب الانزيمات بروتيوليتيك، فوسفولايبيزز وهيلونيدايزز. زي ما قلنا بروتيوليتيك يعني دايجستيف، الدايجست بالغالب ايش؟ البروتينز. فوسفولايبيزز ديجريد الليبيدز من اسمها. الهيلونيدايز زي ما قلنا اللي هي بتعمل دايجست للهيلونيك اسيد، وبالتالي فاسيليتيت الفينوم سبريد ثرو اوت، حتى مش بس التشيو ان ذا بودي، لانه حيوصل للبلد والبلد طبعا السيركوليتنج ثرو ذا بودي. هلا نشوف الساينز والسيمتومز، رح تعرفوا انه في عنا اعراض لوكال محل العضه، وفي عنا سيستميك يعني شو بظهر على الانسان كامل. فعنا نبلش بنيوروتوكسيك الى بيدي. في عنا اللوكال فيتشرز، ريممبر انه في عنا الفانج ماركس هاي مميزه، اوكي. بيرنينج بين يعني شعور بالحرقه محل طبعا العضه. سويلينج ديسكلريشن طبعا راح تعمل لي انفلاميشن بهذيك المنطقه. سينوسانجينس ديسشارج يعني بيطلع في عنا اللي هو الباس. لوكال سيمتومز يعني ممكن تكون مايلدر لو قارناها بالفايبريدي، يعني مهما تشوف انت ساينز في الموقع من اديما ومن انفلاميشن وبليدنج وحتى الديسشارج، لكن حتكون اقل مقارنة باللوكال ساينز لما تكون الحية ايش؟ هيموتوكسيك او من الفايبريدي. هلا السيستميك لا شك بدها تظهر عندي اعراض عصبية، فايش بسموه بري باراليتيك ستيج، حتعمل طبعا زي شلل. فما قبل الشلل بسموه بري باراليتيك ستيج، بيكون البيشنت فوميتينج، عنده هيدك جدنس يعني زي الدوار، ويكنس وليثارجي. الباراليتيك فعلا ببلش عنده ساين كتير مميزة بسموها توسز، يعني طلعوا على هذا الشخص هو على فكرة مفتح عيونه لكن مش قادر يرفع جفونه، يعني مش قادر يفتحهم مظبوط، لكن هو صاحي وبكون بتمنى طبعا يقدر يفتح عيونه، لكن بلش طبعا في مرحلة الباراليتيك ستيج. ودراونزنس كونفولجنز لا شك بدها تبلش طبعا الأعراض العصبية. بالبا باسز يعني بصير في عنا شلل بالفيشيال ماسلز، فما بيكون عنده اكسبريشن. طبعا راح توصل للريسبيراتوري فيلر اند ديث، لأنه حيصير في عنا باراليسيز الريسبيراتوري ماسل. وعلى فكرة أخطر أنواع الأفاعي اللي هي نيوروتوكسيك، إلى بيدي وعلى رأسهم الكوبرا، يعني it just minutes والبيشنت ممكن يموت طبعا حسب كمية السم وحسب حجم البيشنت والموقع. هلا منفرجيكم كيف بنصنف البايتس، اوكي. الفايبريدي بايت في عنا نفس الشيء لوكال وسيستميك ساينز. اللوكال زي ما حكينا راح تكون
خلينا نقول اقوى الساينز من لما الفايبر من لما الالابيدي سنيك او النيوروتوكسيك سنيك بتكون لها لوكال ساين. فحيصير في عندنا رابيد سويلنج على البايت سايد، ديسكالوريشن رح يصير بليستر لدرجه انه زي منظر الحرب، تعمل زي فقاعه، وبصير في طبعا بليدنج وسيفير بين. السيستميك البليدنج بصير جنرالايز لانها هي هيموتوكسيك، اوكي. فحصير في عندي ابيستاكسيس، يعني ببلش يطلع الدم وتشوفوا كيف بالفم بيكون موجود هيموتوسيس هيموتيسيس عفوا وهيماتميسيس، يعني بصير يراجع ويطلع دم. برضو بليدنج جم بتلاقي بلشت لانه حيصير في عندنا هيموليسيس وبيخرج من البلد فيزلز، فبصير لا شكل جمز لان هايلي فاسكولارايزد، حتكون واضحه البليدنج هناك. هيماتيوريا حد الدم رح يكون موجود باليورين، ورح يكون في عندي ديفرنت هيموراجيك اريا بالسكن وبالميوكوزا. وطبعا هذا حيعمل لي شوك لانه حيصير في عندنا سادن ريليز للبروتينات الموجوده في الدم خاصه الهيموغلوبين، فحيعمل طبعا شوك وحيعمل لي رينال فيلر لانه البروتين لما يتفلتر عن طريق الكدني غانا انديوس دامج ان ذا كيدنيز. الهيدروفيدي بايتس قلنا هاي كل انواعها فينوموس لكن نوعيتها مايوتوكسيك، يعني بما معنى التوكسين بياثر على المسلز، فحيكون عندنا اللوكال فيتشر زي ما انتم شايفين لوكال سويلينج بين، وحتى رح يكون في نكروسس وسلفينج. فاذا انتبهتوا البند اللي كل المسل البتن مسل كلها از غانا سلف، فلدرجة انه العظم مبين زي ما انتم شايفين. السيستميك فيتشرز رح طبعا تعمل لي مايالجيا اللي هو جنرالايزد مسل ديزيز ومسل ستيفنس ومايوغلوبين يوريا، لانه حتنزل طبعا المايوغلوبين باليورين، وطبعا ما حكينا الكدني مش مهيئه انها تفلتر ساتش مايوغلوبين، عشان هيك جانا انديوس رينال فيلر، فهي دينجرس هاي السنيكس. هلا بدنا نطلع على بشكل عام الفيتشرز والساينز اللي هي ديفلوب من ديفرنت سنيكس وهاو يور بادي ريسبوند. فمثلا البين بدنا نعرف انه بالغالب اغلب السنيك بايتس هي بينفول، لكن بدنا نعرف كمان في سنيكس نون بينفول، يعني ممكن ما تحس بالبين من العضه، اللي اشهرها مين؟ الكريتس، وهي طبعا نيوروتوكسيك. شوفوا قديش خطيرة، معنا نيوروتوكسيك ممكن ما تعمل بين والشخص يموت فعلا وهو نايم. التوسز اللي هي زي ما شفتوا كيف كان مش قادر حتى يفتح عيونه، فأغلبها طبعا بنيوروتوكسيك اللي هي زي الكوبراز والكريتس، وطبعا ممكن حتى الفايبريدي زي روسل فايبر هي تعمل لي التوسز، اوكي. هيموستاتيك ابنورماليتي اللي هي خاصه بالفايبريدي بتلاقوها موجوده. رينال كومبليكيشنز موجوده مثلا بروسل فايبر وموجوده بالهامب نوز فايبر لانه في على انفه زي عقفه. مثلا ريسبونس للنيوستوجمين لانه هذا حينعطى تريتمنت عشان تو اند اللي هي البلوكيد اوف ذا نيوروماسكولار ساينز. فطبعا بالغالب مين اللي بيستجيب؟ اللي هي الكوبراز، اوكي، لانه this is a neurotoxic، وبالتالي النيوستجمين is very successful to يعني aid، لانه كمان حنعطي اللي هي انتي فينين، اوكي. ريسبونس تو ASV اللي هي انتي سنيك فينوم او بسموه الانتي فينين، اوكي. وطبعا اغلبهم بيستجيبوا، لكن شوفوا الهامب نوز فايبر صعبه، يعني ما بتستجيب لها الانتي سنيك فينوم. هلا كيف احنا بدنا نعمل كلاسيفيكيشن للبايت؟ مثلا تكون ما في فعليا بايت او لا، في عندنا مايلد انفينوميشن او متوسط، مودريت انفينوميشن او سيفير وهاي فيتال، اوكي. فمن خلال طبعا الفانج ماركس، النو انفينوميشن ممكن تلاقي وممكن ما تلاقي، ممكن تكون معروض من اشي ثاني سبايدر اور سمثينج ايلس، يعني شرط يكون في عندنا سنيكس، اوكي. المايلد والمودريت وكل الانواع طبعا لازم يكون في عندي يترك اللي هي البايت ماركس. طبعا اللوكال ساينز، شوفوا البين ببلش بالمايلد بيكون مودريت، بالمودريت والسيفير بيكون سيفير بين. اللوكال اديما
هاي مهمة، وهاي هي اللي بالغالب بتدلني كيف تو كلاسيفاي، اللي هي لأنها بتنقاس. أوكي، فعندي مثلا لغاية 15 سنتي الديامتر للأجمة بتدل إنها مودريت، إذا لغاية 30 بتدل السيفير، يعني 15-30 سيفير، عفوا لغاية 15 هي مايلد، لغاية 15-30 هي مودريت، أكثر من 30 سنتي هي سيفير. أوكي، الأرثمة طبعا لازم تكون موجودة فيهم كلهم، الإكموسيس اللي هي الديسكالوريشن بس بيكون أندر السكين، فبتلاقي كيف زي كأنه بليدينج تحت السكين فبعمل ديسكالوريشن، ممكن يكون على فكرة محمر أو لا مبلش يصير دارك بلو، فهاي بالغالب طبعا تنشاف فيهم كلهم. الساينز بتبلش تظهر من المودريت والسيفير، لاحظوا المايلد ممكن ما في ساينز بس يكون سويلينج. فبالمودر تشوفوا ببلش عندي ويكنس، سويتينج، سينكوبي يعني ببلش يعني فينتينج، ممكن يفقد الوعي، نوجيا، فوميتينج، ثرومبوسايتوبينيا يعني تنزل الثرومبوسايت، وطبعا هلا بنعطيكم ليفل الثرومبوسايتوبينيا. سيفير انفلاميشن لا قدر الله ممكن يصير هايبوتنجن، باراسيزيا، وبرضه يصير في عندي كوما وبالمونري إديما وريسبيراتوري فيلر يعني توصل للموت. هلا فاكتورز افكتنج سنيك بايت توكسيستي، على فكره ممكن شخصين ينعضوا من نفس السنيك وتكون حتى نفس العضه من نفس السنيك فاريبل، يعني واحد يتاثر والثاني اقل، اوكي، واحد يكون سيفير والثاني مايلد. وممكن طبعا السنيكس هم فاري حسب طبعا احجامهم واعمارهم، فمثلا البادي ويت بدنا نعرف كل ما كبر حجم الحيه كل ما كان سمها اقل. اجريفيتنج فاكتور زي مثلا بيشنت نفسه يكون سنسيتيف، اوكي، وبالتالي ممكن تزيد من خطوره العضه. البارت بيتن بالغالب اللي بالوجه وبالظهر هذول يعني موست ليثل، مثلا بالاكستريميتيز بيكونوا اقل ليثاليتي. الاكسرسايز هلا اذا الحيه مثلا كانت كثير متحركه فبكون لا شك الانفلاميشن عالي فيها، اوكي، لانها بصير لها زي اكتيفيشن. اوكي، الانديفيدوال سنسيتيفيتي زي ما حكينا البيشنت نفسه يكون عنده حساسيه والرجس، حتى لانه في كثير حالات على فكره ماتوا من الحساسيه للبروتينات اكثر من كميه السم الانجكتد. البايت كاركترستيك مثلا يكون طبيعه العظه انها لا كانت ديفنس مثلا كم عظه، وهي ما ندر على فكره انها ترجع تعض اكثر من مره الشخص نفسه، فهي بالغالب خلاص عظه واحده تحذيريه لكن ممكن ينعض اكثر من مره. عمقها الديوريشن، اوكي، في اي منطقه اجت، على الاواعي بدون اواعي، منطقه مكشوفه، كم هي عملت انجكت للفينوم، الفانجز نفسهم طولهم قديش مثلا غرسوا داخل الجسم، طبعا باختلاف انواع الحياه كما بيختلف نوع السم. اوكي، هلا بدنا نعمل احنا لابوراتوري انفستيجيشن زي ما حكينا، بدنا نقيس طبعا ايش الوايت بي سي، وطبعا بدنا نعمل اليزا عشان تو كونفيرم ذا بريزنس اوف دي سنيك بايت. برضو في عنا ايش ممكن نعمل زي الكرياتينين، نقيسها، الاميليز، الهيموغرام، كرياتينين، فوسفوكاينيز، هاي كلها مهمه to evaluate مثلا degree of toxicity. برضو نقيس البروثرومبين تايم، لاحظوا انه بزيد، الفيبرونوجين ديجراديشن برودكت او البروتين طبعا هاي بتزيد، الفيبرونوجين ليفل بقل خاصه بالفايبريدي سنيكس بايتس، وبرضو لا شك it's gonna interfere with the clotting mechanism. برضو نقيس اللي هي arterial blood gases
نقيس الالكترولايت عشان نشوف السيستميك افكت بشكل عام وتاثر الريسبيراتوري سيستم، برضو بدنا نشوف اذا الكدني تاثرت او لا. فلا شك بدنا نعمل يورين تيست او يورين اكزامينيشن خاصه بندور على البروتين يوريا والميوغلوبين يوريا، لانه هذول اكثر شيء ليدنج للرينال فيلر في حاله السنيك بايتس. هلا هاو وي مانج التوكسيسيتي وتريت، بدنا نعرف انه تريتمنت ببلش بثلاث خطوات، لوكال وسبيسيفيك وسبورتيف. يعني بده يكون موضعي، بدنا نعالج موضع العظه، برضه بده يكون سبيسيفيك زي ما استخدم مثلا انتي فينين خاص لنوع هاي الافعى، لانه مش اي انتي فينين بينفع لاي نوع افعى. وبرضه سبورتيف انه ندعم الجزء اللي صار له عظه، وزي ما بنتعامل مع اللمس المكسوره. في هنا مينومينيك كويس، يعني بيعطينا نوعا ما سبورتيف افكت اللي هو بسموه رايت. فالآن ري اشور البيشنت، يعني كثير مهم العامل النفسي في حالة التسمم، على فكرة مش بس بالأفاعي، بشكل عام كل أنواع العظات. إنه مثلا لما بنعض الشخص من أفعى إنه نأكد له إنه 70% من السنيك بايت هي نون فينوموس. هلا بضل 30% فينوموس، احتمال انه فعلا عظ من خلال افعى تكون سامه. حتى ال 30% نصهم، يعني 50% من الفينوموس سنيك doesn't inject venom، لانه قلت لكم هم بيعتبروا الفينوم very precious، يعني they don't inject their venom unless يعني كان the last option for their defense. الاي للإموبلايز، زي كيف احنا منعامل اللي هي بروكن لمب، ما منحركها قدر الامكان، وبرضه منحطها بلوكيشن تكون تحت مستوى القلب، مش زي ما انتم شايفين بالصوره هي رافع طبعا اجره، وبحيث انه صار موقع العظه اعلى من القلب، هيك انا بسرع من وصول التوكسين للقلب، وبالتالي القلب رح يضخه وينشره في الجسم. طبعا جي اتش اللي هي go to the hospital و تي tell the doctor what happened exactly. هلا في عنا شغلات احنا بنشوفها بالافلام، زي مثلا بروح جارح المنطقة المعظوظة وببلش يمص طبعا بالتوكسين ويتف، هاي طبعا خطأ. ليش؟ لانه احنا منطقة الجم اريا والميوكوزا بالماوث بتكون highly vascularized، فانا هيك بسرع من انتشار السم، سواء شخص ثاني او نفس الشخص المعظوظ لو هو عمل لنفسه، فحيسرع من السيستميك افكت. فمفروض ما نعمل لا انسجن ولا سكشن ولا حتى نحط ايس ولا نعمل مساج ولا اد اني كيميكال تريتمنت ات ذا سايت اوف ذا انجكشن، لانها اصلا منطقه اتأثرت جدا من السم كلوكال يعني افكت. وبالتالي الاكثر شيء ممكن اعمله اذا زي ما شايفين هون في عنا بسموها الاكستراكشن كيت، وهو طبعا كيف زي مبدأ الحجامة عندنا هي بامب عشان تعمل فاكيوم، وفي بآخرها زي كاب وبتحطها انت على السايت اوف ذا انفينوميشن. وشوفوا لاحظوا الكابس لها احجام، فالكبيرة هاي للسنيك، الاقل طبعا للسكوربيون، الاقل للواسب، واصغر واحدة للبيز، فكله يعني بنفع انه تصك ذات طبعا يوزنج الاكستراكتر not by your mouth. هلا السبيسيفيك تريتمنت اللي هي لا شك انه نستعمل انتي فينين او بسموه ASV اللي هو انتي سنيك فينوم، وهذا طبعا بيكون مصنع بيحتوي على سبيسيفيك انتي بوديز والكلونال انتي بوديز، بتكون اجينست الانتيجينز اوف ذات سبيسيفيك سنيك. واحيانا بيعملوا بولينج على فكره لاكثر من انتيجين لاكثر من نوع سنيكس، بيكونوا عارفين مثلا في دوله معينه انه هاي اغلب انواع السنيكس اللي كوز انفينوميشن، فبروحوا ماخذين ديفرنت انتيجينز منهم، وطبعا مصنعين لها انتيبيز لانه طبعا بيحقنوها في انيمالز، وهي الانيمالز بيعملوا اكستراكشن بعدين للانتيبيز منها، اغلبها طبعا اي جي جي، وبتكون اجينست ايش ذوز مثلا وايدلي يعني سبريد سنيكس بهذيك المنطقه. فطبعا لا شك بدنا نعرف انه الاي اس في ما بنعطى الا في حالات معينه، اوكي، وهي الحالات خلينا نقول بنسميها سيفير بالذات، لما بيكون في عنا ساينز واضحة إنها خطيرة، زي مثلا يصير في عنا سيستميك بليدينج، أوكي هاي صعبة، زي مثلا ثرومبوسيتوبينيا توصل لبليتلتس لأقل من 1 لاخ، ولاخ هو نسبة للعالم اللي هو طبعا ديسكفر البليتلتس.
فأقل من واحد، شوفوا قديش يعني قليلة الكمية. برضو لما يفوت البيشنت بمرحلة الشوك، دلالة انه سيستميك شوك، باراليسيس، شلل، اكيوت رينال فيلر، رابدوميلوسيس، وهايبر كاليميا، لان هاي طبعا خطيرة. او يصير في عندنا السويلنج يكون اكثر من نص البتن لمب، يعني مثلا بيقيس طول اللمب المعضوض، فلو وصل السويلنج تخيلوا لاكثر من النص، احنا ممكن نفكر نعطي الاي اس بي، او يصير في عندنا سويلنج سريع. اوكي، بنلاحظ انه بتسارع، وممكن طبعا يصل لرينج كثير عالي. وارجعوا للتابل اللي هو بصنف انه مثلا لغاية زي ما حكينا ال 15، هذا بظل مايلد، المودريت 15 ل 30، أكثر من 30 سنتي هو سيفير. أوكي، وهلا بنعطيكم لكل كيس كم بياخذ فايل من هاي الـ ASV. طب ليش إحنا بنتردد قبل ما نعطي الـ ASV؟ لأنه في patients they may develop anaphylactic shock للـ ASV، لأنه هاي عبارة بالنهاية عن بروتينات حيوانية، لأنه تم تصنيعها أصلا في animals، أوكي، زي في أحصنة. فممكن يكون في عنا إحنا allergy لهاي طبعا الـ animal proteins، فممكن تكون lethal، وحالات كثير طبعا توفت بعد ما نعطوا الـ ASV وليس من السم نفسه. أوكي، هلا الانتي فينوم ثيرابي زي ما حكينا افضل شيء انها تنعطى خلال 4 ساعات من العظه، كل ما طبعا سارعنا بيكون افضل، وطبعا بتظلها افكتيف حتى لغايه 24 ساعه بعد العظه. زي ما حكينا اذا رجعنا للجدول التصنيف، في المايلد كيسز بكفي 5 فايل، طبعا كل فايل فيها 50 مل من الاي اس في. بالمودريت كيسز ممكن توصل لغاية 10 فايل، بالسيفير كيسز 20. وعلى فكرة بظل بعديها انفيوجن، لكن بدنا نعرف انه في حالات ممكن اخذت حتى 60 فايل، فبدك تشوف حسب الاستجابة والسويلينج، هل صار في عندنا ديكلايننج للسويلينج اريا، فلازم يتراقب هاي الامر. وبالاضافة لليورين تيست والبلاد تيست والبروثرومبين طبعا اذا كان نوعه فايبريدي. السبورتيف ثيرابي زي مثلا ان نعطي فريش فروزن بلازما، زي مثلا نعطي فيبرينوجين، زي مثلا نعطي فاكتور 7 اللي تهيل طبعا للكلوتينج، فريش هول بلاد حتى اذا صار في عندي جنرالايز هيموليسيس، وكمان حتى نعطي بليتلت كونسنتريت، لانه لما ينزل تحت الواحد لاخ فلا شك يعني ريكويرز بليتلت. مثلا اذا لا قدر الله صار في عندنا ريسبيراتوري باراليسيس او صار في عندنا ريسبيراتوري اديما، ممكن انا احتاج تراكيوتومي، وممكن اندوتراكيال انتوبيشن، او حتى ميكانيكال فنتيليشن، وكمان ممكن اعطي انتيبيوتيك، لانه هاي الافاعي ما حتكون استرايل يعني اسنانها، فحتدخل معاها بكتيريا وتعمل بكتيريا الانفكشن. اوكي، فكمان لا ننسى انه ممكن نعطي زي الادرينالين، الاتروبين، خاصه باللي هي الالابيدي سنيك، النيوستجمين، اوكي، عشان اند اللي هي النيوروماسكولار بلوكيد، فوي ريكوير اللي هي تو اد فرايتي، ممكن نعطي انتي هيستامين عشان يعني نوعا ما الهيدروكورتيزون عشان اللي هي نسيطر على الانفلاميشن، ممكن حتى نعطي الكترولايت، اوكي، فلويدز، اوكي، فيو هاف يعني تو جيف لي سبورتيف ثيرابي بيزد على البيشنت كونديشن والساينس. اوكي، هلا السكوربيونز انفلاميشن، في عنا تقريبا اكثر من 1250 نوع من العقارب، 100 نوع موجوده بالهند، طبعا هي بيعتبروها 8 ليجد ارثروبودز، وفي لها ابره في اخر التيل، هي بسموها اللايس جوينت بالتيل، وطبعا هي هاي اللي بتحوي السم. السم فيها لونه صافي بعكس الافاعي، فكره الافاعي تربد وبكون حتى بالغالب مايل على اصفر، لكن هون سمها صافي جدا يعني كلرلس. وطبعا اكثر شيء موجود فيه التوكسالبيومين، وطبعا ما في عنا الا نوعين لسمومها، اما نيوروتوكسيك او هيموتوكسيك، يعني ما في عنا مايوتوكسيك زي الافاعي. طبعا نيوروتوكسيك زي السنيكس، لكن خلينا نحكي انه التوكسيسيتي لإلها
أصعب من السناكس، بس هي الحمد لله إنها relatively small quantity، يعني ما بتقدر تنتج كميات كبيرة. لو أنتجت الكمية اللي بتنتجها الأفعى كان بتكون lethal. أوكي، فالحمد لله المورتاليتي بيعتبروها نيجليجبل، يعني ما بتقدر انك تحكي انها ليدنج تو ديث، لدغة العقرب، الا في حالات الاطفال. وحصلت انه اطفال خاصة هذول بيكونوا الصغار اللي بيحبوا على الارض، لانه خاصة بينقرص حتى في وجهه. أوكي، فممكن يعني instantly lead to death within minutes. أوكي، طيب طبعا الانفلوميشن باي السكوربيون بتسبب فزع شديد، مش زي على فكرة قرصة الحية. يعني الشخص لما بلدغ من العقرب بيخاف أضعاف. ليش؟ لأنه بصير في عنا أوتونوميك استيميوليشن، عشان في عنا ماسيف كوانتيتي من الكاتيكولامينز، من طبعا الأدرينال جلانز، وطبعا هاي بتعمل خوف شديد. فالساينز بدنا نعرف كيف، زي مثلا الهيموليتيك هون حاطين تايب اوف سكوربيون، يعني مينلي لوكالي، وزي ما تشوفين بصير في عندنا سويلينج، لكن بفرق انه بتكون في عندنا 1 هول مش 2 هولز للتو فانجز، لانه بس عندنا 1 نيدل. اوكي، وطبعا هي اكستريملي بينفول وبتعمل اوديما. هلا الساينز للنيورو توكسيك فينوم هي بالضبط زي الساينز من الكوبرا بايت، تخيلوا بدها الصعبة. قلت لكم ليثل، لكن لكلي الكوانتيتي اللي هي بتصنعها قليلة، ما بتكفي انها تكون ليثل. طبعا بالغالب ما في عنا لوكال يعني انفلاميشن ولوكال ساينز لما بتكون نيورو توكسيك فينوم، لكن البيشنت سيفير ساينز بصير عنده نوجيا فوميتينج، وعنده اكستريم ريستلسنس، وبترتفع كثير الحراره، وبنشل باراليسز وكارديك ارثيميا وكونفولجنز وكوما وساينوزز وريسبيراتوري ديبريشن وليد طبعا تو ديث. شفتوا قديش دينجرس؟ وطبعا هذا كله بيحصل خلال ساعه ومن البالمونري اوديما والكارديك فيلر، الا اذا طبعا اتعالج. والدايجنوسيس زي السنيك، ممكن انه كونفيرمد وذ ذا اليزا تيستينج. هلا هاو وي تريت، نفس الشيء، اموبلايز الليمب زي كانها يم ليمب مكسوره، وطبعا ممكن نحط تيرنيكت اباف اللوكيشن، ونحط طبعا ايس. لاحظوا هون انا بقدر اني ابلاي لوكالي مثلا زي ايس، ممكن نعمل انسجن، ممكن سكشن، بينما بالسنيك بايت كنا بس حكينا سكشن، لا تحط ايس ولا تعمل انسجن. وطبعا ممكن ايش نغسلها حتى، بالغالب بحطوا امونيا وبوراكس وبوتاسيوم برمنجنيت، يعني نوعا ما بيسيطر على السويلينج. وممكن نحط مخدر بسيط لوكال انستيك، زي مثلا 2% نوفوكين او حتى 5% كوكين. طيب هاو وي تريت سبيسيفيكلي، ممكن في عنا انتي فينين للسكوربيون فينوم، وطبعا الحمد لله انه افيلبل فور موست سبيشيز. وبتعرفوا انه سم العقرب كثير غالي، يعني تقريبا نص كيلو، يعني يمكن مليون، فا اتس فيري اكسبنسيف. اوكي، وحسب طبعا نوع سم العقرب. طبعا ممكن احنا نحط كمان كالسيوم جلوكونيت بي اي في عشان السويلينج، باربيتشيريت اذا صار في عندي كونفولجنز. المورفين ما لازم نعطيه، ليش؟ لانه الماسيف ريليز اوف كاتيكولامينز، احنا ما بدنا اكسكربيت السيتويشن، فافويد المورفين. جيف اتروبين طبعا عشان البالمونري اوديما. هلا البيز والواسب ستينجز، بدنا نعرف انه اخطر سم موجود في البيز بسموه ابي توكسين. اوكي، وهذا بسموه الهاني بي فينوم. اوكي، وهو على فكره كلرلس، ما له لون مش زي السنيك، ومر بيتر. اوكي، وطبعا لا شك انه فيه ميكستشرز اوف بروتينز، وبتعمل لوكال انفلاميشن، وممكن في كثير منكم جرب طبعا اللي هي الانفلاميشن وذ بي. وطبعا بتشتغل هي كانتي كوجولانت، وطبعا هي بتعمل انجكت لغايه 0.1 ملي جرام اوف فينوم من خلال الستينجر اللي عندها، اللي هو يعني بدل اسم النيدل. اوكي، فهي لها ستينجر،
وطبعا هذا الستينجر بيكون موصول بإحشائها، لدرجة إنها لما بتعمل انجكت بيطلع معاها كل الساك وذي داي، أوكي انستنتلي. فعشان هيك بتعرفوا إنه هي أبدا 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 ما تتقصد إنها تعوز عفوا تعمل يعني قرصة زي ما بنسميها، أو انجكت their venom ل whatever animals or human، إلا لما بيكون آخر choice، لأنها بتعرف إنه هاي أول وآخر مرة. أوكي، فخلينا نحكي المين كومبوننت الميلتين، وهو تقريبا مشكل 50% من الفينوم بيبتايد. وفي عنا الأبامين، وهو بيعمل increase للكورتيزول production طبعا من الادرينال جلاند، وبيعتبروه نيورو توكسين لكن فيري مايلد. اوكي، فوسفولايبيز اي 2 لاحظوا هذا نفسه اللي كان موجود طبعا بالسنيك وبرضه بالسكوربيون فينوم، وكميته طبعا نسبه لكميه السم الموجود في البي فينوم اللي هي تقريبا 10% 10-12% من البيبتيدات الموجودة. وطبعا هو الموست ديستركتيف كومبوننت، وديجريدز من اسمه فوسفولايبيز ديجريدز الفوسفوليبيدز اوف ذا سيلولار ممبرين، عشان هيك بيعمل دمج للتيشو. بس لكلي انه كمية السم اللي هي بتنتجها قليلة، عشان هيك بيكون لوكال دمج. اوكي، وطبعا في هايلوريد دايز زي ما حكينا عشان يساعد سبريد للفينوم بالتشيو، وفيها هيستامين عشان هيك بصير في عندنا حكه وريدنس وانفلاميشن وسويلنج وبين. الواسب فينوم نفس تقريبا الهاني بي فينوم، وفي عندنا 13 ديفرنت انتيجينز، لكن بتعمل انتنس ستينجينج سنسيشن، يعني مؤلم اكثر بكثير بكثير من قرصه اللي هي النحله. وطبعا ليش؟ لانها بتعمل ريليز للاستايكولين والسيروتونين، وتقريبا خلينا نحكي هاي المواد الاستايكولين والسيروتونين بشكل تقريبا 5% من الدراي ويت للفينوم. وطبعا فيها فوسفولايبيز اي وفوسفولايبيز بي، وفيها الماستوبارين بيبتايد اللي بيعمل ايش؟ دي جرانيوليشن الماسل وريليز طبعا الهيستامين وكوز اللي هي الاسكيميا والانفلاميشن والفازو دايليشن والريدنس والهيت. فطلعوا هاي الستينجر وشوفوا الفينوم ساك كيف موصول فيها. هاي بس الفرق بين التو ستينجرز، فشوفوا كيف بتكون خشنة بالنسبة للنحلة، بينما الواسب وبتميز بالخصر الكثير النحيل، فهيك انت ممكن تميز بيناتهم. اللي هي طبعا الستينجر بيكون سموث، عشان هيك هي بتقدر اكثر من مرة تعمل على فكرة ستينج، بينما النحلة تطلعوا كيف يعني، لانه خشنة فبتعلق بالتشيو، فمجرد ما هي تحركت جانا يعني stay in the tissue، وطبعا بطلع كل الفينوم ساك. أهم شغلة إنك طبعا remove the stinger، وهي من خلال استخدام hard object in one direction، you scratch طبعا الستينجر in one direction مش رايح جاي. أوكي، وبالتالي إذا من شايفين هاي الاتجاه أفضل إشي اللي هو زي الكريدت كارد، فممكن انت تقشطها وتطلع الستينجر، لانها طول ما هي موجوده بيصير في عندي انفلاميشن وبين وما بوقف مهما تعالج. او ممكن زي ما انتم شايفين بالملقط، وطبعا ووشت، وبتحط عليها ايس باكس مثلا عشان تخفف طبعا البين، يعني 10 لربع ساعه 10 دقائق لربع ساعه، فممكن يعني انها تساعد. في عندنا هاي اذر هوم ريميديز، فمثلا ممكن دي كولد ووتر زي ما انتم شايفين، ممكن بيكنج صودا. الفينيجر على فكرة كثير فعال، مش بس لقرصات النحلة والدبابير، كمان حتى الناموس لما بيألم أو أي قرصة هيك تصبح الصبح مؤلمة، فإذا بتحط الفينيجر ترولي بيخفف كثير الانفلميشن. الهاني العسل اكتيفيتد شاركول زي ما تشوفين مفيد لجميع السموم. الاونيون الوايت توث بيست مش الملون ازرق واحمر، لا يكون ابيض بالكامل لانه نسبة الباودر فيه عالية. حتى في عنا احنا هون في بلدنا اللي هو الثومة تكون فريش هيك، بتقطعها وتفركها طبعا في المنطقة اللي هي منطقة القرصة، كثير على فكرة بتخفف. في عنا علاجات خاصة في الصين بيستخدموها اللي هي الزيوت، الزيوت العطرية زي زيت اللافندر والكامومايل، زيت النعنع،
يعني ممكن إنها تساعد. هلا أخيرا في ناس على فكرة بيستخدموها كثيرابي، بيقول لك بتزيد المناعة، فبروحوا بيخلوا كامل جسمهم يتغطى بالنحل وبتعرضوا للدغات وبطلعوا مورمين على فكرة، وممكن في منهم بفوتوا المستشفى، بس يعني they survive، بس هم بيعتقدوا إنه هيك شغلوا مناعة أجسامهم. طبعا الحيوانات ممكن تنصاب فيها زي ما أنت شايفين، وأخطر إشي اللي بفمها وأنفها، لأنها هي بتشم هاي الوردات، بتشم الأرض، فممكن إنها تلدغ طبعا. هلا أخيرا اللي هي الحالة الوحيدة اللي ممكن تعمل ليثاليتي في حالة القرصات طبعا من الواسب أو حتى من البيز، اللي هي بتصير أكثر إشي بالصيف، فبتلاقينا بنحط طبعا علبة البيبسي، علبة الكولا، فهي بتيجي على السكر بتروح فايتة جوا العلبة، وطبعا العلبة مش شفافة فإحنا ما بننتبه، بنروح بدنا نشرب فهي بتدخل الفم، إذا قرصت في البلعوم لأنه بصير في عندنا لوكال سويلينج فحتسكر مجاري التنفس. هاي أخطر حالات اللي هي ستينجز، وممكن فعلا تكون قاتلة إذا البيشنت ما لحقناه على السريع وطبعا انعطى العلاج. هيك بنكون إن شاء الله أنهينا، وبتمنى تكونوا استفدتوا خلال هذا الفصل معنا وتعلمتوا يعني أنواع من السمية لكثير من المواد، وبرضو كيف نتعامل معها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.